اسمها ميترا، فتاة غنية بحبها كل اللي بيشوفها. في يوم بتحتفل هي وأصحابها بيوم تخرجها، فبيغنوا وبيكونوا فرحانين ومبسوطين مع بعض. وبيظهر في الحفلة بطلنا بارينا، بحب ميترا من أول نظرة، فبيضل يراقبها طول الحفلة. بتجي عند بارينا فتاة بتكره ميترا كتير وما بتتمنى لها الخير أبدا، فبتشوفه وهو بيطالع على ميترا وتحط لها مخدر في مشروبها بدون ما تلاحظها ميترا، وتاخدها عن البطل وبيعطيها الفلوس. ففي يوم يلي بعده تنهض البطلة ميترا وتلاقي حالها مع الشخص وتنهض وتهرب وما تتذكر ولا شيء. وبيستيقظ البطل وما بيشوف ميترا قدامه، فبيعرف انه البنت كذبت عليه وانه ميترا مو من هذا النوع، فبيندم كتير وبيبدأ يدور عليها بس ما بيعرف اسمها للبطلة. فبيشوف البنت يلي عطاها الفلوس، فبتتظاهر انها ما بتعرفه وتهدده انه يبعد عنها او راح تتصل بالشرطة. فالبطلة بتروح للبيت وتحكي لها أمها شي وقع معاكي، فبتخبرها إنها بخير. فبتقولها أمها جهزي حالك مشان تتابعي دراستك في خارج البلد. فبتروح البطلة لغرفتها وهي مو مصدقة يلي وقع معاها، فبتسافر لنيويورك وتروح لعند عمتها. وبعد فترة تكتشف حالها إنه هي حامل، فبتخاف كتير وتحاول إنه تنتحر، ولكن في آخر لحظة تنقذها عمتها. وبتعرف عمتها وتحكي لها رح أتصل بالشرطة، وتحكي لها ميترا إنه أنا ما بعرفه أصلاً وبخاف إنه أهلي يعرفوا الموضوع. فبتدعمها عمتها لحد ما ولدت ميترا توأم، فبتخاف عمتها على مستقبلها، فبتعطي الطفلين لعائلة وبيتبنوا الأطفالها. فما بتوافق وتقترح عليها إنه هي اللي راح تتبنى أطفالها، فبتوافق. وفي الجهة الثانية بيرين بطلنا ما نسى ميترا وما زال بيدور عليها مشان يعتذر منها. فبتطلع أم البطل صديقة عمة ميترا وبتكون بتعرف بكل شيء اللي صار مع ميترا، وبتحكي له قصتها وبتنصحه ما يعمل هالشي في أي بنت مرة ثانية، وترسل له صورة أطفال ميترا. فبتخسر عائلة ميترا كتير أمام عائلة بيرلين. فبيدخل أب ميترا بعد الخسارة بالمستشفى، فتعود ميترا لتايلاند وتنضم لشركة أبوها مشان تساعده. وبكرة تروح مع أبوها للحفلة وبيكون بيرلين فيها، وقبل ما يشوفها تختبئ في الحمام مشان ما يشوفها. فبيوقع أب ميترا عقد مع بنت هاي يلي تذكرتوها يلي أعطاها البطل الفلوس مشان تكون الوجه الإعلاني. فبتنقل فكرة المشروع وتعطيها لشركة بيرلين. فبتفكر ميترا أنه بيرلين هو اللي سرق المشروع، ولكن بيرلين ما سوى هالشي، ما بيحب يغش في عمله. وبتعرف البطلة أنه هالبنت هي معاه وإنها معاه في هذا الموضوع، فبتلغي العقد معها. بتشوفه ميترا وبتحاول تكسر الزجاج مشان يشوف هالبطل، وبيفرح كتير لأنه وجدها. فبيطلب منها ما تهرب منه ويتأسف منها، وهي تمثل عليه إنها سامحته وكانت مجرد غلطة. فبيعترفوا على بعض وتكذب عليه وتقول له اسمها بولوي وتمثل إنه بدأت تعجب به، وبيضلوا يلتقوا كتير مع بعضهم ويتق فيها كتير لأقصى الحدود. وتبقى تسأله عن معلومات الشركة وتاخذ منه كل المعلومات المهمة وتختفي من جديد. في المشروع اللي كانت شركة بيرلين راح تعمله، طلعت شركة البطلة ميترا عملته وسبقتهم وشك في ميترا. فيروح يسأل عليها في الشركة، بيقول الأمن أنه ما حد اسمه بولوي. تمر الأيام وتطلب أم بيرلين يوصل الهدايا للأولاد ميترا، فبتشوفه وبتغير مكان مع مربية، وميترا تراقبهم ويتقابلوا في الفندق أبوها. فتقرر أنه تحرجه بالحكي وتقول له أنه أنا بكرهك وما بطيقك أي لحظة كنت معك فيها، وتسبه واعترف لها بس هي قالت له أنه كنت بسوي هالشي بس للتسلاية. وفي أحد المؤتمرات بيعطيها أبوها لقب الورثة، فبيعرف البطل فبيروح لعندها وبيحكي لها ليش كذبتي علي. فتخبره انه انت غني وسهل اخدعك، وبيحكي لها اول يوم مع بعض. فبتصفحوا وكل واحد يمشي في طريقه، فكل ما بيشوفها البطل يبقى يضايقها في كل مكان اللي هي فيه.
تكمله الفيديو لهون، سوينا هذا القلب الاخضر في التعليقات عشان اعرف كم من الاشخاص اللي كملوا الفيديو لهون. وبس حبايبي، بحبكم كتير كتير كتير، وبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.